يعطيكم صحة والعافية، معكم أحمد بوعريكي. بهذا الفيديو بغيت أتكلم عن مؤتمر أبل وشنو أعلنت عنه أبل. أبل أعلنت عن الأبل واتش. ندري إن إيه كانت رح تتكلم عن الأبل واتش قبل لا يعلنون بالمؤتمر، بس المرة قالوا لنا تفاصيل معينة عن الساعة، منها السعر وهو كان يمكن أهم شيء، وكنا ندري إنه راح ينزل منها 3 موديلات وكل موديل راح ينزل منها ألوان وسيور معينة وما أعرف إيش. فهذا ما كان شيء جديد. الشيء اللي كان جديد اللي أعلنوا عنه أو قديم وردوه هو الماك بوك. الماك بوك كان موجود قبل، بعدين صار في ماك بوك اير، صار في ماك بوك برو، ووقفوا الماك بوك وتموا على ماك بوك اير والماك بوك برو كلابتوبس. بعدين ردوا الحين الماك بوك مره ثانيه اضعف من الماك بوك اير. فالحين ماك بوك اير مو اضعف شيء، بس للحين اسمه ماك بوك اير، وعندنا شيء اسمه ماك بوك، وعندنا شيء اسمه ماك بوك برو. مش قاعد تسوون في زحمة وايد على نفس الكونسومر. إذا أنت تبي كمبيوتر عشان تشتغل عليه راح تحتاج، وأنت تتنقل من مكان لمكان راح تحتاج ماك بوك برو. أنا أستخدم ماك بوك برو، يمكن ما أتنقل وايد بس أحتاجه، يعني مثل بالسفر يفيدك، لما تبي تسوي أديتينج مكان معين برا البيت يفيدك، أو حتى لما أنت تكون في البيت ما لازم تتقيد على المكتب مالك عشان تسوي أديتينج. ركب على شاشتك إذا عندك شاشة 4K وسوي الأديتينج مالك إذا أنت كنت تابع في البيت. إذا أنت كنت بيتوتي مثلاً أو إن أنت لازم تقعد في البيت، اخذ اي ماك. النقاش هذا مرة كان بيني وبين نواف سويد وواحد ويانا بعد يعني صديق لنا احنا الاثنين، كان قاعد يسأل نواف يقول له اخذ اي ماك ولا اخذ ماك بوك برو، فرد عليه نفس الرد، قال له ان اذا انت تقعد في البيت وايد اخذ الاي ماك لانه ثابت ما راح تقدر تطلع معك كل مكان تروح، بس اذا انت كنت تتنقل وتروح وترد اخذ ماك بوك. ف اوريدي اذا في انت عندك شيء بروفيشنال تحتاج انك انت تسوي او هارد كور يوزج على اللابتوب اخذ ماك بوك برو، ما فيها روح تعال. اذا انت لايت يوزج بس من ناحيه انك تسوي شغلات مره يعني يمكن مو وايد بروفيشنال بس عندك شويه ميديوم يوزج اخذ الماك بوك اير. بس الماك بوك ما راح تقدر تسوي فيه ولا شيء غير اللي انت اوريدي قاعد تسويه بالايباد، او اللي اوريدي قاعد تسويه باي تابلت ثاني، او اللي اوريدي قاعد تسويه انت بتليفونك. بس اذا انت تحتاج انك انت تبي شاشه وتراديشنال كيبورد لاي اوت اخذ الماك بوك. ابل ممتازة، شركة ابل وايد ذكية، تعرف تسوق عيوب الجهاز، اخذت عيوب الماك بوك سوقتها كميزات بالجهاز، وهذا شيء انا احييهم ابل عليه انه هم يعرفون يسوقون بهالدرجة القوية هذه. اولا الجهاز ما فيه الا بورتين، بورت حقي 3.5 ملم هيدسيت جاك، وبورت ثاني اسمه اليو اس بي سي كونفرجن او ادابتر. هذا اليو اس بي طبعا هو ريفرسبل، اوريدي وايد شركات تسوي تدعم نظام اندرويد شغال على النكس امبلمنتيشن مالت الاجهزه، يمكن نشوفها على اخر سنه 2015 او نص سنه 2015، كل الشواحن راح تكون نفس الطريقه انها تكون ريفرسبل ويركب عليها اليو اس بي سي اللي تحكوا عنه ابل. وشغله ثانيه، الماك بوك راح يكون هذا البورت الوحيد اللي عليه اللي انت راح تقدر تركب عليه شاحن، راح تركب عليه هارد ديسك او اكسترنال فلاش ميموري، وهذا هو نفس البورت اللي راح يركب عليه شاشة هذا نفس البورت اللي راح يركب عليه ميموري كارد ريدر. فأنت قاعد تتكلم عن بورت واحد راح تركب عليه الأمور هذه كلها. إذا كني تليفون سوني إريكسون قبل، إذا أنت بتركب الشاحن ما تقدر تركب سماعة وما تقدر تركب وصلة يو اس بي على الكمبيوتر، لأن كلهم بوصلة واحدة، عكس تماما لما نوكيا كانت تسوي تليفونات بذاك الوقت كان يكون في وصلة حق السماعة 3.5 ملي، وصلة حق الكمبيوتر اللي هي ميني يو اس بي، ووصلة حق الشاحن اللي هي الإبرة أو البن كونكتر. فتقدر تركب شاحن وتركبه على الكمبيوتر وتركب سماعة بنفس الوقت إذا أنت كنت قاعد تستخدم التليفون أو قاعد تستهلكه. بس لما أنت تي طبعا للعلم سوني إريكسون بعدين عدلت السالفة، سويت لها شاحن والشاحن يركب فيه أدابتر عشان تركب فيه سماعة إذا أنت كنت قاعد تستخدم سماعة، بس ما راح تقدر تركب على الكمبيوتر بنفس الوقت. عموما فأنت الحين إذا عندك الماك بوك تبي تركب فيه شاحن وتركب فيه كونكتر حق الشاشة وتركب فيه كونكتر حق الميموري كارد ريدر، النحافة والسليكنس والتشويق ماله النحافة مالته كلها راحت. ف انا احس هذه اكبر غلطه بالجهاز، ان انتم سويتوه وايد ضعيف لدرجه انه ما تقدرون تركبون عليه بورتس. ففي ساكرفايس، مو خبول ابل، ابل وايد ذكيه من هالناحيه وعارفه ايش قاعد تسوي. اذا انت للحين ما فكرت بالسكند جينيريشن ماك بوك، ابل اوريدي يمكن قاعد تفكر بهالشيء هذا، اوريدي قاعد تنزل شيء او قاعد تشتغل على شيء راح يكون هو الماك بوك سكند جينيريشن. فانت اذا تبي تشتري الماك بوك حط ببالك شغلتين، انه هو ما راح يكون لابتوب عملي اذا انت قاعد تفكر انك تسوي عليه اديتنج او تسوي عليه شغلات اكثر من انه بيسك براوزنج وايميلينج،
راح يكون مو اللابتوب اللي انت تحتاجه. اللابتوب هو بالضبط يعطيك القدرات اللي يعطيك اياها الحين تابلتات، بس بالمقابل انه هو راح يكون على اوبريتنج سيستم او اس 10 يوسيميتي و فول كيبورد لاي اوت. طبعا ابل شغلات من الشغلات اللي اعلنت عنها انا اشوفها كانت عيوب بالجهاز هي الكيبورد، استخدموا الحين شغله اسمها البترفلاي تاكتيكال افكت علشان تعطيك مور سبيس حق الدقم وتزغر المكان مالها علشان اللابتوب يتم حجم صغير. فواحده من الشغلات الثانيه هي التراك باد، ابل طبعا سباقه بالتراك باد، التراك باد مالها جبار، استخدمها على الماك بوك برو، استخدمها على الماجيك تراك باد على الماك ميني. واحده من افضل التراك بادات اللي استخدمتها في حياتي، اذا مو احسن تراك باد استخدمته في حياتي. بس بدل لا يسوونه كليكبل سووا حطه تحت شغله تعطيك فايبريشنز عشان تعطيك تاكتيكال فيدباك انك انت فعلا ضغط، فهي جلاس سيرفيس وحطوها. فأنا ما جربتها عشان أقول لكم رأيي فيها بالضبط، بس إذا جربت الجهاز راح أقول لكم إذا هي فعلا تشتغل أو إن هي تغنيك عن إن أنت تحتاج يكون كليكبل عشان تدري إنه هو خذ الكماند. ومن الشغلات الثانية طبعا العجيبة اللي حطوها بالجهاز هي الشاشة مالته راح تكون رتنا ديسبلاي 12 بوصة، ما يحتاج إن هني أنت تكبر السماكة أو تخلي اللابتوب يكون سميك عشان تحط في بانل مال الرتنا ديسبلاي وايد ضعيفة. فهذه راح تكون واحدة من أفضل المواصفات الموجودة بالجهاز طبعا. وشالوا سالفة إن اللوجو مال أبل يشب ليت لأن البانل وايد ضعيف مال الشاشة، فما يقدرون يحطون الإضاءة مالته، بس بالمقابل أعطونا لونين يدد ذهبي وغرافايت أخيرا. يعني صار الماك بوك فترة طويلة بس لون الألمنيوم أو لون الرمادي، فالحين صار في عندنا لون الجولد وعندنا لون السبيس جراي، نفس الألوان اللي قاعد تنزل على الآيباد والآيفون قامت تنزل على الماك بوك والماك بوك برو أتوقع والماك بوك إير والماك بوك. فأتوقع هذا الديركشن اللي هم راح يمشون فيه، أحييهم على هالديركشن اللي راح يمشون فيه. بس بالنهاية الماك بوك جهاز حق كونسومر يمكن جديد، لأن أنا قلت هالشغلة لما سويت مراجعة مالت السيرفس برو 3، إن إذا أنت تبي تشيل أكثر من جهاز جو هيد، شيل ماك بوك إير، شيل ماك بوك برو، شيل آيباد، شيل لابتوب توشيبا ولا لابتوب لينوفو ثينك باد ولا كيفك، شيل الأجهزة كل اللي أنت تبي، كل الأجهزة اللي أنت تبي وياك وسوي اللي أنت تحتاجه. بس أنا أتوقع كلهم يبون يوصلون حق كنسومر معين، إن أنت تقدر تخلي كنسومر يعتمد على جهاز واحد. فبالمقابل هل هو الماك بوك راح يكون جهاز انت تقدر تعتمد عليه؟ يعتمد شنو احتياجاتك. انا اتوقع لابتوب مثل هذا يصلح حق مثلا زوجتي اليوزج مالها وايد خفيف، تبي تشيك على ايميلها، تبي تدش ويب سايتات معينه، تبي تسوي يمكن اونلاين شوبينج، اوكي اخذ الماك بوك لانه ممتاز، حتى ما في موفينج بارتس، ما في فان، ما راح تسمع انه هو، ما في صوت، ما راح تحس ان الجهاز راح يحترق او اي شيء من هالنوع. ف جو هيد اخذ الماك بوك. بس اذا انت مثلا تبي تسوي شوبينج، تبي تسوي براوزنج، تبي تسوي ايميل تشيكينج، تبي ترد على الايميلات، تبي تسوي نوت تيكينج بالجامعه مثلا، وتبي بنفس الوقت جهاز يكون فيه لايبرري مالتك مال الميوزك، تبي تستخدمه كايتونز مثلا باك اب حق صورك وما اعرف ايش، تبي تسوي فيه فيديو اديتنج، تبي تسوي فيه كونتنت كرييشن، تبي تسوي فيه فوتوشوب، ما فوتوشوب لا تاخذ الماك بوك، اخذ الماك بوك اير او اخذ الماك بوك برو، يعتمد على شغلك ويعتمد على شنو انت راح تحتاجه. فانا اتوقع هم لما يبون ينسقون ما بين الكاتيجوريز، ما بين السيجمنتيشن، شنو الكونسيومر اللي يبون يوصلوا له، صار زحمه على نفس الكونسيومر. ايباد، ايباد ميني، ماك بوك، ماك بوك اير، ماك بوك برو. قاعد ذكرني هم سياسه سامسونج، لان سامسونج سوت وايد زحمه على نفس الكونسيومر لما سوت سامسونج جالكسي تاب S، سامسونج جالكسي تاب 8.42، سامسونج جالكسي تاب 10.13، سامسونج جالكسي تاب نوت 12.0 برو. وايد زحمة صار على الأجهزة على نفس الكنسومر، فالمفروض يصير في امسح كل شيء، عيد من يد جديد، شوف التارجت كنسومر مالك منو ونزل له جهاز واحد، او لا تسوي الزحمه اجهزه، لان بالنهايه هذه تكلفه عليك بالتصنيع وانت ما تدري الكونسيومر مالك يمكن منو. فما يندر اذا الماك بوك راح ينباع، انا اتوقع اي شيء ابل تنزله راح ينباع. ابل عندها يعني ناس عباقره بالتسويق ويعرفون يسوقون اي شيء، اي شيء تكتب عليه ابل، هذا كيبوردي لو نكتب عليه ابل راح ينباع بالهبل. فابل عندها هالمقدره هذه، فانت اي شيء تقدر تسوقه بهالطريقه جو هيد وسوقه وجود فور يو على قولتهم. بس هل هم راح يكملون الترند؟ اكيد اكيد ابل شغاله بالماك بوك سكند جينيريشن، اكيد راح نشوف
موديل جديد منه، واكيد راح يطورون البورتس، يمكن يخلون البورتس ما يندرى شنو يسوون. بس صدقني ان ابل كل ما تنزل شيء هي اوريدي حاطه ببالها شغلتين ثلاثه لقدام راح تنزلهم. هذه سياسه كل الشركات. من قبل اسبوع انا كنت برشلونه قاعد اشوف الاعلان عن سامسونج جالكسي اس 6، ادري انهم ردوا ورا قالوا اوكي خلاص اعلنا عن سامسونج جالكسي اس 6، يلا خلينا نشتغل بالسامسونج جالكسي اس 7. هذه اكيد كل الشركات تسوي كذي، تفكر لقدام عقب ما تعطيك او تبنجك بالشغله اللي اعطتك اياها الحين. فهذه سياسه تمشي فيها كل الشركات، وانت ككونسيومر من صالحك، لأن كل الشركات قاعدة تتخانق عليك، أنت تبيك تشتري منتجاتها أنت، فراح تعطيك أحسن شيء عشان أنت ترتاح. فبس هذا بغيت أتكلم عنه، عن سالفة الماك بوك وشنو أعلنت عنه أبل. من ناحية الساعة ما شفت صراحة شيء جذري جديد في وايد ثيرد بارتي أبس، هذا شيء متوقع من أنت تقول أنه بتنزل جهاز راح يكون مدعوم مع آيفون. أنت كديفلوبر تكون وايد مجتهد انك انت تدخل بهالمجال، لان اوريدي ايفون قاعد يستخدمونه ناس وايد. لما تسوي له اكسسوار مثل ويربل مثل ساعه، اكيد اكيد الناس راح تروح تشتريها. فانا اتوقع الابل واتش راح تكون بيج هيت، بيج سيلر، وراح تكون بوش حق اندرويد وير انه يطور نفسه بشكل وايد اسرع. واوريدي اندرويد وير موجود بالساحه صار له سنه، فاندرويد وير راح يعطينا الحين سكند جن اندرويد وير، فراح نشوف كومبيتيشن منافسه وايد حلوه خلال الاشهر الجايه من ناحيه الويربل. اخيرا سنه الويربل اتوقع باختصار هي سنه 2015. فجزاكم الله خير على المتابعه، احمد بوعريكي. اذا في شيء تبون تسالوني عنه او شيء استخدموا الهاشتاج قلت لكم عنه سلوك سيلز او سورس قال لي، واذا مو مسوين سبسكرايب يا ريت تسوون سبسكرايب عشان توصلكم فيديوهات اول باول بالايميل. مشكورين على المتابعه والدعم. احمد بوعريكي، ابل اناونسمنت، فما الله الكريم.